صباح الخير من جديد، وهاي البلد أحلى بلد، والله يحمينا ويحمي بلدنا ويحمي كل من عليها ويحمي العالم كله. أوقات كتير دائما بنقول بندعي دائما للعالم، لأنه تأثير يمكن العالم بيأثر علينا، فدائما بنقول ما دام العالم بخير احنا اكيد كمان رح نكون بألف خير. صباحكم سعيد من جديد، ورح نتحدث عن يمكن الطاقة الإيجابية. بدنا نحكي مع العزيزة رولا عصفور، مدربة مهارات الحياة، عن القلق وعن التوتر، وللأسف الشديد اللي بنعاني منه بشكل أكبر يمكن هاي الأيام، لأنه صار العالم هيك قرية صغيرة. حتى لو إحنا بدنا نبعد حالنا شوي عن القلق والتوتر، عم بيدخل لبيوتنا من خلال سوشيال ميديا، من خلال الأخبار اللي عم نسمعها، فعم بيزيد عنا التوتر والقلق بشكل أكبر. وشو علاقته بالجوع العاطفي؟ صباح الفل. صباح الورد. يسعد صباحاً وسهلا. صباح الخير لكم، صباح الخير للمشاهدين الكرام. مبسوطه كثير اني معكم اليوم، ان شاء الله نقضي مع بعض اوقات حلوه ان شاء الله. رولا، طبعا انت ايضا صحفيه، ولا بد نقول بما انه بنحكي على الايجابيه وعلى تنميه المهاره الانسانيه، انت ايضا ناجيه من مرض السرطان وكنت بطلة، ويمكن هذا واحد من المواضيع اللي خلاك تنطلقي لمواضيع إيجابية أكثر. ودائما لما تكون أو يكون الكلام نابع من تجربة بيكون صح. أصدق صحيح، مزبوط، صح. معاك الحق، لأنه أصبحت بفهم معنى الحياة أكثر، بفهم معنى أني أنا أصحى ثاني يوم الصبح وأنا بصحة وبعافية، صرت أدرك هذا الموضوع بشكل كتير أكبر. مشان هيك كل شيء بالحياة اختلف بالنسبة إلي، بمفاهيمه وبقيمه وكل شيء. بقولوا أوقات كتير نعمة المعاناة، يعني المعاناة لها نعمة من نوع آخر، بصير الواحد ما يأخذ الأمور for granted أو تحصيل حاصل بالحياة، بقدر كل شيء سواء بصحته أو باللي حواليه أو بتفاصيل الحياة اللي موجودة يمكن ومنعيشها أوقات كتير وما منقدرها للأسف الشديد. صحيح، بصير يكتشف أنه في أشياء كتير بالحياة ما كانت تستاهل، ما كانت تستاهل منه أنه يزعل، ما كانت تستاهل منه أنه يقضي أيامه وهو حاسس بالقلق وبالخوف. معاني الحياة كلها بالمجمل بتصير كتير مختلفة بالنسبة له. رولا، اليوم رح نتحدث بالتحديد عن موضوع الفرق بين الجوع الجسدي والجوع العاطفي. التنين يعني بيحملوا نفس كلمة الجوع، ولكن المعنيين والأسلوب والتأثيرات مختلفة تماما. بداية وضحي لنا. الجوع العاطفي هو أو الأكل العاطفي هو شكل من أشكال الاضطرابات العاطفية أو الاضطرابات النفسية، بيعرف على أنه زيادة في تناول الطعام من غير ما إحنا نشعر بالجوع. صح. بيكون السبب الرئيسي هو الضغوطات النفسية اللي إحنا عم نعاني منها. شو الهدف؟ الهدف إنه أنا أشعر بالتوازن وأشعر بالتحسن، يعني بيصير في عندي علاقة مختلفة أو علاقة رابط ما بين الأكل وما بين العواطف، بحيث إنه هذا الأكل أنا عم بستخدمه كوسيلة إني أنا أحسن مزاجي أو أشعر بالارتياح. بالعادة حتى بيكون بالجوع العاطفي إحنا بناكل الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية، صح. ما بناكل السعرات الحرارية الأقل، والسبب الرئيسي هو إنه إحنا بيرتفع عنا أثناء التوتر مثلا بيرتفع عنا هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون بيخلي شهيتنا أكبر للأكل اللي بيكون عبارة عن الموالح اللي فيه نسبة أكل ملوحة عالية أو اللي فيه نسبة سكريات عالية. بنميل للأكل اللي فيه قلي مقلي، سواء الدجاج المقلي، البطاطا المقلية، دسم. بصير للأكل الدسم، علشان هذا الأكل هو اللي بيمدنا بالطاقة وبالمتعة. مشان المخ تبعنا بيعرف شو يختار، فلما بيلاقيني أنا حاسة بالتوتر على طول بيوجهني أو الآن بيوجهني للأكل الغير صحي، لأنه هو اللي حيعطيني الإحساس بالهدوء، بالمتعة، بالمزاج الأفضل. يعني ما بدي أعمم، ولكن بشكل عام في العديد منا اللي بيحضرونا وأنا واحدة منهم اختبرت هذا الشيء، وفعلا بحسه أوقات كتير إني أنا مش جوعانة بس حابة أروح أتفشش بإشي. صحيح. أوكي، هل هو الواحد بيكون فكره مشغول زي ما قلتي، بيكون متوتر، بيكون الآن
بغض النظر شو الحالة، ولكن هو مش الجوع الحقيقي. هلأ باعتقادي لازم إحنا نعالج التوتر والقلق، صح؟ عشان نخفف من الأكل العاطفي أو من الجوع العاطفي. ننتبه على حالنا، شو لازم نعمل لازم. إذا حسينا بهاي الحالة، بهاي الحالة إحنا كتير ضروري إنه ننتبه شو مناكل. ممكن يساعدنا أكتر إذا بيكون في عنا دفتر هيك صغير ندون عليه أنا شو باكل، شو كمية الأكل اللي أنا باكلها، لأنه هذا كتير ضروري. هل أنا باكل لأنه عندي جوع، أو أنه أنا باكل لأني أنا متأثرة نفسيا؟ لما بدون هاي المعلومات بصير أعرف بالضبط أنا ليه باكل. هل عم باكل بسبب الاضطرابات النفسية اللي أنا عم بعاني منها؟ وهون بقصد بالاضطرابات اللي هو أنا عندي قلق، عندي توتر، عندي اكتئاب نفسي بسيط، عندي شعور بالملل. إذا كانت هاي الاضطرابات اتضح معي بالورقة والقلم أنه أنا عم باكل بسبب هاي الاضطرابات، هون ببدأ الشغل وببدأ حل المشكلة. بدأ هون إحنا عرفنا وين المشكلة. إذا كان عندي ناتج عن إدارة الضغوط، بدي أبدأ أخترع أو أكتشف طرق جديدة كيف بدي أتعامل مع ضغوطي النفسية. ممكن أستخدم الرياضة كنوع من أنواع الترفيه للعواطف السلبية اللي أنا حاسة فيها. ممكن أستخدم التأمل، ممكن التنفس العميق أو التنفس الاسترخائي. بهاي الطريقة أنا اكتشفت طريقة جديدة أو أسلوب جديد عم بتعامل فيه أني أخفف الضغوطات النفسية اللي عم بعاني منها. كمان كتير ضروري أني أنتبه ما أكون حاسة بالملل، لأنه الإحساس بالملل بخلينا على طول نروح ناكل. صح. يعني هذا إشي طبيعي، بدك تضيع وقت، بدنا نضيع وقت. فضروري جدا اني انتبه على هذا الموضوع وابدا اخترع اساليب جديده للتسليه. بدل ما انا اروح اكل وانا مو جوعانه اكله خفيفه او اكله دسمه، بروح بمارس الرياضه، بقرا كتاب، بتصفح عبر الانترنت، بلتقي بصديقات. دائما انتبه على حالي اني انا ما لازم اكون حاسه هلا بالملل. بالإضافة لهيك لا بحتاج كتير لدعم الأصدقاء والعائلة. أحكي لهم إنه أنا عم بعاني من هاي المشكلة، عم بتفشش بالأكل، ساعدوني ساعدوني. والوعي بيلعب دور كتير كبير، إنه الإنسان يكون واعي بالمرحلة اللي عم بمر فيها. لفت نظري من ضمن المسببات للأكل العاطفي أو الجوع العاطفي هي عملية المكافأة اللي بيقوم فيها الأهل عادة لأولادهم طبعاً. يعني إذا حقق درجة معينة مثلا في دراسته، أو حقق فوز معين بأي شيء، أو سلوك كان إيجابي، دائما إحنا منكافئ الأولاد بشيء، نعطيك إشي ذاتي. فلفت نظري قديش خطورة هذا الموضوع وبمارسه الجميع طبعاً. فهل هو بيتحول لخطر في حالات معينة، فما نخاف إن نمارسه مع أطفالنا ولا نمنعه نهائي؟ لا، هو أحكي لك شغلة، إحنا بالعادة كلنا بننولد الطفل الرضيع بنولد بيأكل الأكل بشكل طبيعي. لما بيجوع بيبكي فإحنا منطعميه. طريقة الأكل اللي إحنا عم نطعميه إياها وطريقة مفهومنا، لأنه إحنا هل هو فعلا هلأ هو جوعان أو عم نطعميه زيادة عن الحاجة الطبيعية، هون إحنا بنبدأ نعمل روابط جديدة ما بينه كإنسان وما بين الأكل، ما بين عواطفه وما بين الأكل. وبتزيد الموضوع تعقيد كل ما كبرنا، وبيزيد تعقيد كيف أهلنا بربونا. يعني زي ما حكيتي إنه إحنا فعلا عم نواجه مشكلة، تيجي بتقولي بتلاقي أهل بصير يقولوا لأولادهم إذا خلصت صحنك كله رح أعطيك، رح أخليك تطلع مشوار مثلا، أو تروح عند أصحابك تلعب على الموبايل بشكل أكبر. فهون برتبط عندنا باللاوعي تبعنا إنه إحنا بناكل لازم ناكل عشان نحصل على مكافأة. وبيرتبط هاي المكافأة بالسعادة. يعني سعادتي تتحقق إذا أكل صحني. إذا أنت ما أكلت صحنك كامل بدك تتعاقب، أو أنت ممنوع أنك أنت تقعد تتفرج على التلفزيون، أو حتى منصير نقول له يلا كل بسرعة عشان بدك تروح على المدرسة. يعني منعطي قيم
وعادات صح معينة لأولادنا كيف هم يأكلوا. يعني بنتمنى صراحة إحنا بنعرف يمكن كل الأهل بخافوا أولادهم بحبوا يغزوهم ويطعموهم، ولكن أوقات حتى فكرة إنه هو الولد لازم يكون تشابي أو يعني بالعامية ملزلز يعني ملزلز. هاي إذا بشوفوه يعني مش ملزلز بحسوا إنه يعني هو مش وزنه مش صحيح، ولكن لما يروح الدكتور ويتوزن بيكون وزنه ضمن الوزن الطبيعي والمثالي، وحتى هلا الأطباء عم بيميلوا أكثر إنه يكون الولد خلنا نقول يعني جسمه مش سمين، بالعكس يمكن يكون نحيف لأنه عم بخافوا من السمنة عند الأطفال. فعجبني كتير فعلا يعني هاي المعلومات إنه ما نربطها دائما بالأكل. أوقات كتير رولا زي ما بسموه الجوع العاطفي، أوقات كتير كمان بيكون عدد من الأشخاص بيفتقدوا العواطف معينة فبيروحوا بعوضوها بالأكل. صح. كيف بيقدروا هدول الأشخاص فعلا يكتسبوا هاي العواطف من المحيط اللي حواليهم أو يحبوا حالهم إذا ما كان في حواليهم حدا حتى ما يضطروا يعملوا يعني هذا البديل بالأكل؟ هلأ إحنا العادة دائما لازم نكون عارفين أنا عم باكل أكل زيادة وأنا شبعانة معناته أنا عندي احتياجات عاطفية أو اضطرابات نفسية. عشان أحل هذا الموضوع لازم أكون صريح مع حالي بداية إنه أنا عندي هاي المشكلة، وأبدأ أدور على حلول إلها. حلول إلها زي ما حكيتي أنا ممكن أسير أحب حالي، أشغل حالي بأمور ممكن تزيد من وعي، تزيد من إدراكي، تزيد من ترابطي بالأشياء، مفهومي لما أنا بدي أرتكز على مفهوم إنه دائما أقدر النعم اللي أنا عايشة فيها، هيك أنا بقدر أسير متوازنة مشاعريا بشكل أكبر. كمان بصير أعرف حالي أكثر إذا هل فعلا هاي المشكلة موجودة عندي، وببدأ ألاقي لها حلول. ببدأ أطور مهاراتي لحل المشاكل اللي أنا بتواجهني. كلنا عم نواجه مشاكل وكلنا منواجه ضغوطات بشكل معين، فإذا قدرنا نطور مهاراتنا في حل هاي المشاكل قدرنا نلاقي أساليب جديدة كيف نتعامل مع ضغوطاتنا. كل واحد فينا عنده أساليبه. إحنا بنقدر أنا كلايف كوتش بقدر أحكي لك عن مجموعة كبيرة من الطرق، لكن كل واحد فينا بيعرف انت بتعرفي شو الطريقه اللي ممكن تخليك تكوني حاسه حالك مرتاحه. هل الكتابه مثلا انه انا في هاي اللحظه عم بشعر بالغضب فعم بستخدم اسلوب الكتابه للتعبير عن مشاعر الغضب؟ هل انه لا انا بميل لاني اقعد لحالي اسمع موسيقى اتنفس تنفس عميق اتامل؟ لازم نجرب. صحيح. لازم تجربي كل شيء وتختاري الإشي اللي فعلا عم بناسبك وبحسسك إنه مزاجك صار أفضل. طيب خلينا نحكي شوي عن الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لهذا العارض، إذا يعني صح إنه نطلق عليه اسم عارض. في سمات شخصية معينة وسمات اجتماعية لهؤلاء اللي ممكن يتعرضوا لمثل هاي الحالة؟ إحنا بنقدر نعرفهم. أي شخص عم بيأكل وهو شبعان هذا إنسان عم بيعاني من الجوع العاطفي. أي إنسان عم بيشعر عم بيعبر أو عن طريقته بالأكل كيف عم بيأكل، إذا هو عم بيأكل بسرعة من غير وعي ولا إدراك، هذا إنسان عم بيعاني من هاي المشكلة. بالإضافة إلى إنه الأشخاص اللي بيكون دائما في عندهم توترات غضب عصبيين بشكل دائم هدول بيعانوا من الجوع العاطفي. الأشخاص اللي عندهم دائما إحساس بتأنيب الضمير بأنب حاله بشكل دائم بيجلد ذاته لأنه هو عم بيأكل أكل زائد بيعاني برضو من هاي المشكلة. بيكون بده يعني عاقب نفسه بالأكل. ضروري نعرف إنه الجوع العاطفي بيجي فجأة. أنا فجأة بشعر حالي إني أنا جوعانة مو قادرة أبداً أستنى ولا لحظة. ممكن زي ما إجا فجأة يروح فجأة؟ بيروح بعد ما أنت تاكلي. هلأ هو بعد ما أنت تاكلي نحل الموضوع كله؟ لا طبعاً الموضوع بحالة إذا انتفت الأسباب تدريب. هلأ أنا عرفت أسبابي بس ساعتها لازم أتدرب، لازم أصير أتبع نظام معين كيف أنا بدي أفرغ ضغوطاتي النفسية، كيف بدي أتعامل معاها. أصير أنتبه عم باكل بسرعة أصير ريلاكس شوي كل شوي يعني انتبه انا كيف عم بتصرف وعلى سلوكي واعيد
تنظيم هذا السلوك مع التعليم؟ ممكن هيك بده شغل أكثر. لأنه ممكن إذا في أشخاص منعوا هؤلاء الأشخاص من إنهم يأكلوا، وعم نحكي إذا كانوا مراهقين، بصير ردة فعل وبصير عصبية وبصير يمكن غضب شديد ممكن إنه يعتريهم. إحنا بدنا نشكرك جزيل الشكر رولا، سعيدين بتواجدك معنا، ونتمنى كل الأشخاص هيك يتمتعوا بهاي الطاقة الحلوة الإيجابية، وفعليا يعني يفهموا على حالهم، يفهموا على جسمهم، يفهموا على نفسيتهم، يحاولوا قدر الإمكان فعلا يساعدوا حالهم ويحبوا حالهم. حبوا حالكم حتى كتير. تقدروا عن جد تحبوا تفاصيل الحياة. شكرا رولا، شكرا كثير لكم، نهارك سعيد. نهاركم سعيد. نهارك سعيد. مشاهدينا فاصل وراجعين حتى نكمل بقية فقراتنا.